العظيم اليوم كانت عندنا ندوة صحفية لحزب العدالة والتنمية اللي عقدناها من أجل تحدث حول موقف الحزب من التقسيم الجهوي الحالي وخصوصا من المرسوم الأخير اللي جابه وزير الداخلية المتعلق بإلحاق الحسيمة بجهة طنجة تطوان. طبعا بما يتعلق بموقفنا نحن كحزب العدالة والتنمية عبرنا عن رأينا في السابق قبل مجيء هذا المرسوم ووجهنا مذكرة للسيد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية يتضمن في البداية كان لدينا تحفظ حول إلحاق جهة الريف بجهة الشرق وكنا نؤكد على أن إذا كانت هناك لابد من الحق فالأولوية هو إلحاق جهة الريف بجهة طنجة تطوان وحين نتحدث عن جهة الريف نقصد أقاليم حسيمة دريوج الناظور وفي أفق إحداث عمل الترقيس ستكون هناك إقليم ترقيس ولكن للأسف وقبل يعني كنا تحفظنا على الحق الشرق وكان الأولوية هو الحقها بجهة طنجة تطوان ولكن المطلب الأساسي اللي ناضنا عليه نحن كحزب العدالة والتنمية الموقف ديالنا المنسجم مع الرأي ديال كافة سكان مناطق هذه الأقاليم هذه سكان منطقة الريف كان المطلب ديالنا هو إحداث جهة الريف كمطلب أساسي لأننا كنعتقدوا بأننا آن الأوان لإعادة الاعتبار لهذه المنطقة هذه ولهذه الأقاليم هذه نظرا لدورها التاريخي المعروف والمشهود له عبر التاريخ اللي كان يقوم فيه بعدة مجالات ونظرا لكون هذه المنطقة آن الأوان أنها تنال حقها من التنمية ومن الإقلاع الاقتصادي والتنموي ولذلك كنا اعتبرنا بأن إلحاق هذه المناطق هذه بأي جهة أي جهة الريف بأي جهة سيكرس تهميش هذه الأقاليم هذه ويعني تكريس المزيد من التراجع على كافة المستويات فلذلك نظرنا من أجل كانت لدينا هذا مطلب أساسي نناضل من أجله من أجل تحقيق هذه الجهة جهة الريف ولكن فوجئنا بأن المرسوم ديال وزير الداخلية جاب بمرسوم اللي كيتحدث على إلحاق الحسيمة بجهة طنجة تطوان وليأكد فيه وزير الداخلية بأن هذا استجابة لمطالب سكان إقليم الحسيمة فملي تحرينا لقينا بأن السيد وزير الداخلية قال بأن نزولا عند مطلب منتخبو إقليم الحسيمة اللي عززوا موقفهم بعريضة موقعة من طرف جمعية المجتمع المدني فطبعا مجرد ما توصلنا بهذا الخبر لم نستطع أن نبقى مكتوف الأيدي دون أن نبدي موقفنا من هذا التقسيم ففتحنا مشاورات بين مجموعة من النواب البرلمانيين المنتمين لإقليم دريوش لإقليم الناظور حول هذا التقسيم فكان هناك رفض تام من كافة النواب المنتمين لكل الأحزاب السياسية أغلبية ومعارضة كان هناك رفض من يتعلق بهذا المرسوم الذي جاء به وزير الداخلية وهو بإلحاق الحسيمة بجهة طنجة تطوان دون إقليم الدرويش وإقليم الناظور لذلك لأننا كنواب برلمانيين كنمثلوا هذه المناطق اعتبرنا بأن التقسيم الجهوي اللي جات به لجنة عزيمان كان المكسب الوحيد لأول مرة في تاريخ المغرب هو ضم هذه الأقاليم هذه أقاليم الحسيمة الدرويش الناظور اللي كنعتبرهم هما اللبنة الأساسية لمنطقة الريف يعني الركيزة الأساسية لهذه المناطق هذه ولي للأسف ما لا زالت يعني كتعاني من تهميش رغم عدة محاولات في الآونة الأخيرة من أجل المساهمة في التنمية ديالها وفي الإقلاع ديالها فلذلك كان هذا هو المطلب ديالنا واليوم كانت عندنا ندوة صحفية اللي وضحنا فيها هذا الأمر ووجهة النظر ديالنا ولا زلنا متمسكين بمطلب إحداث جهة الريف اللي كتضم هذه الأقاليم هذه مع إضافة مجموعة من الدوائر الأخرى اللي كنعتبروها هي منسجمة جغرافيا تاريخيا و ثقافيا مع هذا الاقليم هذه وحنا ملي كنقولوا جهه الريف ما كنقصدوش الناطقين بالريفيه طبعا كنقصدوا الجهه جغرافيا اللي فيها الجبال والوافة وفيها قلع عيار يعني هادو كلهم هاد المناطق كنعتبروهم جهات مكون اساسي لجهات الريف اللي الهدف منها ماشي فقط هو عصبيه او لديك وانما الهدف هو الحفاظ على الموروث التاريخي والثقافي لهاد المناطق هذه باش نضمنوا جهات متقدمه اقتصاديا تنمويا ثقافيا اجتماعيا لان كنقولوا بان لان عندنا قناعه بان ما يمكنناش نضمنوا النهوض
أو للإقلاع التنموي دون استحضار البعد التاريخي والثقافي والجغرافي والانسجام المحلي، دون استحضار هذه المبادئ هذه. فما يمكنش نضمنوا واحد الإقلاع تنموي إلى تقسيم استحضرنا فقط البعد التنموي بإغفال هذه الجوانب هذه، ما يمكن لناش نضمنوا هذا التقدم هذه. فلذلك هذه قناعة راسخة لدينا ولدى كافة المواطنين ولدى كافة الباحثين في هذا المجال، بأن ضروري أننا نستحضروا هذه الأبعاد هذه كلها في واحد الانسجام باش نضمنوا واحد المغرب اللي كيتميز بجهات متقدمة، جهات تنموية اللي غادي تضمن تقدم ديال المغرب كبلد قوي في المستقبل إن شاء الله، وأيضا حفاظا على الهوية الثقافية والتاريخية في إطار مغرب متعدد ثقافات متنوع، مغرب يفخر بهذا التنوع الذي يتميز به. فبالتالي نحن من واجبنا الحفاظ على هذا التنوع من أجل استثماره في النهوض في الإقلاع الاقتصادي وفي الإقلاع التنموي، وأن يعني نستنكر كافة المحاولات التي تعمل في هذه المرحلة من أجل الإجهاز على هذا المكون هذا، ومن أجل اعتبار يعني تقسيم جهوي مجرد تقسيم انتخابوي يتم فيه تجزئة هذه المناطق هذه من أجل فرض نوع من التحكم في البلاد والعباد، فرض نوع من التحكم في المجال الاقتصادي وفي المجال السياسي، وإبراز نخب كرتونية يعني تتحرك بالإملاءات وبالهواتف وليست نخب يعني منبثقة من 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 الشعب تمثل الشعب. لذلك آن الأوان بأن نقطع مع هذه السياسات التي أدت إلى التدهور في عدة مجالات وأدت إلى العزوف عن العمل السياسي. نحن بحاجة إلى أن نشجع المواطنين على العمل السياسي عبر أن يشعروا بأنهم ممثلون داخل مجالسهم المنتخبة سواء كانت المؤسسة البرلمانية أو المجالس المنتخبة. وشكرا لكم. شكرا.